بعد ما شفنا موجز الأخبار بنروح لبيروت ونشوف مهرجان دهور الشوار للمغتربين. تفاصيل معاك يا سحر. شكرا رنا. بإطار فعاليات مهرجان عيد المغتربين ببلدة دهور الشوار بأعالي منطقة المتن بجبل لبنان، قدم اللقاء الثقافي بالبلدة حفل موسيقي غنائي بعنوان طريق الشام مقطوعة موسيقية. الحفل جرى برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب بفندق الأصوف الشهير والمعروف من عقود. الفكرة من إعداد الشاعر والمسرحي أدهم الدمشقي، وهو مؤسس اللقاء الثقافي بالبلدة يلي بصيرنا نستضيفه للحديث عن هالفعالية وكمان عن نشاطات اللقاء. بس قبل خلونا نشوف هالتقرير من إعداد زميلتنا ماريبال طرباي. وسط سنديانات أعالي المتن فندق عرف الأمجاد سابقا، إلا أنه غدا وحيدا مهجورا. ليلة الأربعاء الفائت أضاء اللقاء الثقافي في دهور الشوير الشموع على أدراج فندق القصوف الشهير التي تربط طريق الشام بأبواب مدخله، وكأن حجارته تشهد على العلاقة بين لبنان وسوريا. نحن فعلا بفندق القصوف الكبير يلي شهد على أعرق حقبة بتاريخ لبنان، من أهم الفنادق اللبنانية يلي كانت محط أنظار واستقطاب الملوك العرب والفنانين العرب مثل أم كلثوم، عبد الوهاب، أسمهان، فيروز. ونحن عم نعيد أمجاد هذا الفندق، سواء كان بالحفلات الثقافية اللي عم بتصير أو بحفل انتخاب ملكة جمال المغتربين اللبنانيين. أنا عم أقدم يعني الفنون الممتدة على طريق الشام، على هاي المنطقة، الفنون اللي علاقة بهاي المنطقة، مقدمة ريبرتوار، عم أحكي عن سهل حوران، عن الشام، عن بيروت، عن حلب، قدود حلبية. إنها لأمسية شعرية غنائية بامتياز، خلالها عرض لفيلم وثائقي بعنوان طريق الشام مقطوعة موسيقية للمخرج الشاب غسان السبعلي. بقدر أقول 90% من الأغاني الشعبية من أغاني المطربين قديما وحديثا مأخوذة من الإرادي والموشح بالشعر الزجلي اللبناني في بلاد الشام. بهالوثائق شفته هو بيتناول موضوع الموسيقى ببلاد الشام على طريق الشام. نحن عم نصور، عملنا برمتنا، بلشنا من بيروت وصولا للسهل بالبقاع، وصولا للجبل اللي هو دهور شوير، ميروبا، المنطقة كلها هون. وكمان شفت الصور الكتير حلوة القديمة، أكيد هيدي التنص حصل عليها، تواصلنا مع وكالات أنباء قديمة كتير وعتيقة كتير، كانوا حاطين على اليوتيوب كرمال ناخد الحق إنه نعرضهم، وساعدونا كتير كرمال نتلقى هيدي المواد الأرشيفية، خصوصا الأغاني اللي كانت كتير قديمة وكتير صعبة حدا يحصل عليها. تحت أضواء السماء العالية وخضار الأشجار الشامخة استمتع الجمهور بهذا الحفل المميز وطابعه الثقافي والتاريخي. الاحتفال كتير حلو والإيفنت كله كتير حلو، واللي عم بيصير هلا والفيلم الوثائقي اللي حضرناه هو اتليست صار في ريكورد لكل شيء وأهمية هذا المطرح وكل شيء تاريخي عم بيصير، وتأثير بلادنا والمنطقة تبعنا بالموسيقى العربية ككل. عم بيجيب من المخزون لتاريخ بلادنا وحضارتنا ويحطها قدامنا شعر وصورة ولحن وصوت. ماريبال طرباي، الغد، بيروت. أدهم الدمشقي، أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج يوم جديد. أهلا وسهلا. شفنا يعني شوي عن الفعالية اللي عم بتصير بالمهرجان، بس قبل ما نفوت شوي فعلا لفتنا العنوان طريق الشام مقطوعة موسيقية، يمكن فهمنا شوي شو قصدت. لطشة ولا مش لطشة ولا شو؟ يعني اللعب على الحكي بهذا الموضوع. هو يلي بيعرف أهمية الفن ولا مرة، والفن تحديدا الممتد على طول طريق الشام، واللي بيعرف جذور هيدي الحضارة وعمقها وتاريخها
بيصير عنده إيمان مطلق أنه ولا مرة هالطريق بتنقطع، وإذا انقطعت بتكون مقطوعة موسيقية أو مقطوعة فنية أو ثقافية. هالإيفانت اللي هو نظمه اللقاء الثقافي بدهور الشوير، هذا الإيفانت انعمل بفندق عريق، فندق الأصوف، اللي هو كان واحد من ثلاث أكبر فنادق بلبنان كانت تستقطب مطربين مثل عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش وغيرهم كتير. هذا الفندق هو موجود وموقعه على خط الشام الرئيسي بدهور الشوير، فالعلاقة بيناتهم يمكن هي الوحدة بالعلاقة بيناتهم، والتفاعل الأرموني بكل العناصر اللي تكاملت هي اللي شكلت نجاح هذا النشاط. يعني وجود هذا النشاط بهذا الفندق، هذا الفندق على طريق الشام، طريق الشام العريقة والمعروفة بتاريخها الفني، واللي هي كانت دايما حافلة فنادقها ومقاهيها بأهم وأشهر حفلات. وطبعا كمان هذا النشاط نعمل ضمن مهرجانات عيد المغتربين، هالمهرجانات اللي كمان لها أكثر من 60 سنة تتنظم، واللي استضافت وديع وصباح وزكي نصيف ومجد الرومي وغيرهم كتير. هذا النشاط نعمل ضمن هالمهرجانات وبرعاية وزير التربية، معالي وزير التربية. طيب أدهم، نحن حكينا عن العنوان طريق الشام مقطوعة موسيقية، ولكن هل الهدف هو فقط تاريخي، يعني تثقيفي موسيقي؟ شو الهدف من إقامة هيدي الفعالية؟ ونحن شفنا كمان في الموثائق مش بس معنا موسيقى، صح؟ صحيح. اللقاء الثقافي يعني هو واحد من اللقاءات الثقافية الموجودة بالبلد، يلي كلنا نحن عم نسعى كمنتديات أو كلقاءات ثقافية إنه نخلق بيئة بتشبهنا، بتشبه تطلعاتنا وطموحاتنا ومحاولاتنا بإنه نعيد بناء نهضة ثقافية جديدة. يعني نحن كلنا عايشين أزمة وبعطش كتير كبير للنهضة للفكر، وعايشين بأزمة وبانحطاط فكري كلنا، ما يمكن صار من الملل إنه نرجع نحكي عنه قد ما عايشينه، يعني ما بقى بحاجة نحكي عنه لأنه هو واضح كاشف حاله. فاللقاء الثقافي هو واحد من المنتديات اللي هدفه أنه يخلق بيئة ثقافية بقلب لبنان. ولهذا السبب هالبيئة الثقافية اللي بدك تخلقيها بحاجة، نحن نعرف أنه النهضة السليمة هي ترتكز على الجذور، على التراث، ولكن مش بتكرار التراث، لأنه إذا كررنا التراث بنكون غرقنا بأنه ما جددنا وما عملنا أي شيء جديد، وقعنا بحنين فارغ، حنين ما بيوصلنا لمحل، لأنه يلي نعمل نعمل وقيمته موجودة فيه ومحفوظة فيه. لو ماتت الحضارة ألف سنة بعد ألف سنة رح يضلوا قيمته هي ذاتها. بينما الهدف من أي نهضة بتنعمل أنه تنبنى على أمجاد القديم، ولكن بمحاولة من أنه إذا بدنا نسترد نفسنا من جديد نعرف وين كنا نحن بأي مجد وكيف فينا نكمل على هالأساس. لأنه نحن بنعرف أنه في حلقة فارغة بين نهضة الستينات اللي عرفها لبنان وعرفها الوسط، المجتمعات، المحيط العربي ككل. هالنهضة اللي هي بتعتبر تسمى بالعصر الذهبي، العصر الذهبي اللي تكونت فيه شخصية الأغنية اللبنانية مع أخوان رحباني والعصب الخمسة، العصر الذهبي اللي كانت فيه الأغنية المصرية الطربية أخذت مجدها، السورية العراقية، يعني كانت الفنون والشعر انقلب وجه الشعر كليا من الكلاسيكي للحداثة مع شعر الحداثة. إذن هيدي الحقبة اللي هي مرحلة كتير مهمة بتغيرات الفكر العربي، كانت كتير مهمة. ومن بعدها دخلنا بحلقة فارغة اللي هي عاش لبنان تحديدا والمجتمعات اللي حواليه نوع من الثورات والانقلابات والحرب اللبنانية يلي ساهمت بتدمير ثقافة كل الفنادق اللي هي عاصرت هذا الفكر، ومن بيناتهم فندق الأصوف. ودخلنا من بعدها يمكن كل النقاد بيتحدوا على موقف على أنه من زمن الحرب اللبنانية وما بعده هبط المستوى الفني هبوط يرسل له، يعني مش بس بلبنان، هبوط يعني كتير صعب. فلهذا السبب نحن موجودين هلا بامل انه نرجع هالحلقه الفاضيه نوصل بين تطلعاتنا وطموحاتنا هلا نحن كشباب، انه نفتش على نهضه موسيقيه وفكريه وشعريه جديده، ولنقدر ننبش عليها عبالنا انه نلاقي بس الخيط بين نهضه الستينات والعصر الذهبي وبين تطلعاتنا وطموحاتنا. هذا الخيط كيف بدكم تلاقوه؟ يعني اوقات لما بنطلع مثل ما قلت في هبوط فني كثير كبير، وحتى اوقات بنقول ما بقى في شعراء يكتبوا كلام، ما بقى في ملحنين يلحنوا، ما في، يعني لما بنسمع كل الأغاني الموجودة هلأ بنقول أنه ما بقى فيه
مش موجودين، يعني صعب انه اذا مش موجودين ترجع تخلقهم، يعني ما بعرف كيف بتلاقوا هذا الخيط. لما يوصل الانسان للقعر ما بقى عنده حل غير انه يرجع يطلع، يعني بفتكر ما في قعر بعد اعمق من القعر اللي نحن فيه هلا. ولهذا السبب نحن نتفاجئ باللقاء الثقافي انه عم نلاقي استقطاب. نحن بنعرف انه عاده معظم النشاطات الثقافيه اللي بنروح عليها بنلاقي الجمهور اللي عم تستقطبه جمهور من المرحله الاكبر من 50 سنه، يمكن المرحله الكبار بالعمر، وبنلاقي انه بالنادر تلاقي شاب او شابين موجودين بهيك نشاط ثقافي. وهون المشكل؟ وهون طبعا المشكل. لهذا السبب اللقاء الثقافي انا بعتبر ميزته انه هو قادر يستقطب حسب ما شفنا بالصور، قادر يستقطب فئه كثير كبيره من الشباب يلي عندها عطش وعندها ايمان انه بلا في 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 حلم انه نبلش شيء جديد. ولنقدر نبلش هذا الشيء الجديد عم ننظم هذه النشاطات الثقافيه اللي هي ترجع بتحط قدام الشباب نماذج عن الطرب القديم، وطبعا اللي عم بيغنوا هني اصوات شبابيه وإلى قيمتها وإلى مكانتها بالحياه. فليقدر بالدرجه الاولى قبل ما انه ننتقل لنشكل نهضه مفروض نعرف شو الصح وشو الغلط. ومجرد هذه النشاطات عم تخلق بذاكرة الأشخاص أحداث راقية وتزرع لهم هذا المستوى الراقي من الموسيقى، ساعتها بيصير عندهم المعيار. لو نحن بنعرف أنه الجمال هو معيار، الجمال بيقدر يكون للشخص معيار، فبيصير لما يسمع صوت حلو، لما يسمع موسيقى حلوة، بيصير هذا الجمال معياره، وبيصير قادر من خلاله يقارن بين الموسيقى السيئة الموجودة قدامه وبين هذا النوع من الموسيقى الراقية. ومن بعدها بيجي مبادرته له، يعني طبعا لا لقاء ثقافي واحد ولا شخص بيقدر يعمل نهضة. نحن بنعمل مبادرات انه نزرع جمال مقابل البشاعه لحتى يصير في مقارنه، وعند الاشخاص هن لما يكتشفوا وين البشاعه وين الجمال يبلشوا هن كمان يساعدونا بانه يفتشوا على سبل جديده لخلق نهضه ترجع تعيد الحياه للفن السليم. يمكن هو مثل ما عم بتقول ادهم انه هو الفراغ الثقافي الموجود عند هذا الجيل الحاضر هو عم بيساهم يمكن بانه نضلنا عم نتراجع. طب انا بدي اسالك عن نشاطات الملتقى الثقافي، انتم عملتوا فعاليه ضمن المهرجان، ولكن هل فعالياتكم او نشاطاتكم هي سنويه شهريه؟ شو بتعملوا اكثر؟ اللقاء الثقافي بداية هو صالون أدبي أسسته بمجهود شخصي بدهور شوي بال 2009. هو أنا حياتي مرتبطة أكثر بالشعر والمسرح، يعني أنا بكتب وبعمل مسرح وبرسم، ولكن كمان بحاجة إنه يكون عندي أشخاص أتواصل معهم. فلهذا السبب كان هذا الصالون الأدبي لخلق هذه البيئة اللي بقدر أتواصل فيها مع الأشخاص، ولعله بنقدر نتشابه بتطلعاتنا وبنقدر نعمل شيء كلنا سوا. فكان هذا النشاط الصالون الأدبي هدفه خلق أمسيات شعرية، منتديات سينمائية. نحن عنا باللقاء الثقافي من سنة أسسنا بالتعاون مع جمعية موسيقى شوي للعز ورئيسها عصام صوايا، أسسنا مرحاتا سيني كلوب اللي هو لقاء شهري بيهدف لعرض أفلام قصيرة لمخرجين شباب، اللي هي الافلام اللي ما بتنعرض بسينمايات التجاره ومنناقشها. وبنفس الوقت بالمقابل كنا عم نعمل امسيات شعريه، تكريم كرمنا وديع الصافي من سنتين بحضور ابنه وغنى شارك معنا، كرمنا مؤسس الحركه المسرحيه استاذي منير ابو دبس بحضور طلابه انطوان كرباج والياس الحباني وغيرهم، كرمنا العمالقه اللي نزلوا بالفندق الاصوف بسنه الماضيه بايفنت بنفس المكان بعنوان نوستالجيا الاصوف اللي كرمنا فيه كل المطربين، كرمنا فريد واسمهان، كرمنا الشاعر الكبير خليل حاوي، عملنا امسيه شعريه لاهم هلا حاليا شباب عم تكتب شعر بلبنان. جربنا انه نخلق كل سنه يمكن من خلال من 2009 لهلا في 8 نشاطات برصيده، والهدف انه هو نوعيه النشاط اكثر من كميته. عم نسعى هلا انه يصير هذا اللقاء الثقافي ما يعود محصور فيه كشخص انه اسس هذا اللقاء، يكون يتحول لجمعيه لحتى لو بتعرفي انه لما يرتبط اللقاء بشخص يعني بيوقف مع توقف هذا الشخص عن العمل. لهذا السبب عم نجرب هلا ناسسه لحتى يصير في هيئه اداريه، وهي الهيئه الاداريه قادره انه تنظم نشاطات وتتخطى الشخصانيه، يعني ما يعود الشخص هو عم بينظم، لانه كل نشاط عم يتنظم من هودي عم بيكون تنظيم شخصي، يعني عم بيقترح الفكره على لجنه المهرجانات يلي هي عم ترحب كل سنه بهذا يمكن النشاط. يمكن عم بضل محصور بظهور شوي، يمكن لما يصير جمعيه يصير ممكن على امتداد المناطق اللبنانيه، مش انه يكون صحيح. ويمكن تتلون افكاره، لانه بنهاية كلنا بنعرف نحن انه الشخص عنده هالعلبه اللي بيشتغل فيها، لما يكون في عده اشخاص
الأشخاص عم يشتغلوا بيصير في عنا تنوع بالأفكار. صح. ويمكن من هون كمان بتبلش في حركة اللي عم نحكي عنها، أنه حركة تنوع الثقافات، تنوع الأفكار، وبتصير كل ما تكاتروا الأشخاص حول الثقافة مرات بينزعوا ومرات بيقدروا يعملوا شيء إيجابي. يعني مش دايما لا، إن شاء الله بيضل في شيء إيجابي. إن شاء الله. الشاعر والمسرحي ومؤسس اللقاء الثقافي أدهم الدمشقي، بتشكر كثير على وجودك معنا.